الماتش كان صعيب جدا، لكن شفتوا يعني رجعوا بقوه. صعب انك تلعب ضد فريق يسدد من ثلاث نقاط، فريق اللي يسدد من ثلاث نقاط ينجم يرجع في اي وقت. لكن شفتوا ان الامريكي تاعنا بدا كان في المستوى، ومن بعد انخفض المستوى تاعه، حتى الاجنبي الثاني يعني اليوم ما لعبش، كان عندهم اصابه. لعبنا الا بالمحليين، الحمد لله يعني قدرنا نداركوا هذا الاخر. كان مهم انه نربحوا، نعاودوا نفكروا في الجيم الجاي ان شاء الله، والمهم هو التاهل ان شاء الله. بالنسبه للنصف النهائي هذه غير البطوله، الماتش الاول ان شاء الله باقي لنا الروتور، باقي ما درنا والو. ان شاء الله حتى الروتور عاد غيكون ماتش اخر ان شاء الله، غيكون كنوعدوا الجمهور غيكون ماتش احسن من هذا ان شاء الله، وان شاء الله كيلو ميور غاني ان شاء الله. انا كنشكر الجماهير كاملين اللي جاو ودعمونا بالحضور ديالهم، كنشكر الجميع وكنواعدهم ان شاء الله باش نكونوا واحد حسن الظن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما كتعرف كنشكر الجمهور على الحضور ديالو، وكيف كتعرف رجوع الجمهور لهذا العرس. فكنشكر مدينه طنجه وكنشكر الفريق ديال اللي قدم مقابله جيده. باقي مازال قدامنا نخدموا بزاف، وباقي الماتش ديال الريشور اللي غيكون مزيان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.